أن تنزيل الأحكام ليس إليك أصلا، ليس إليك. هذه قضايا خطيرة ومهمة يجب أن تعرفها وأن تهضمها، ثم بارك الله فيك تعرف مقالات العلماء وأئمة السنة في هذا الباب. أما هؤلاء فأشغلوا الناس وأشغلوهم وشوشوا على المسلمين، وما فرقوا بين التكفير المطلق والتكفير ماذا المعين أو تكفير الشخص المعين، نزلوا هذا على هذا وخاضوا في غمار هذه المسائل وشوشوا على المسلمين وكفروا المجتمعات، كفروا من في الخارج ثم كفروا من في الداخل ثم كفروا من في الباطن، ها، وفي داخل البيوت وفي الأزقة وفي الشوارع وفي المجتمعات. هو فكر التكفير بلباس آخر، هو فكرهم بلباس ماذا آخر، وإن زعموا الانتصار للتوحيد زعموا. أردت أن تنصر التوحيد فانصره على طريقة أهل التوحيد. نصرة السنة لا تنصر إلا على طريقة أئمة السنة، ما هو على هواك ولا على المشغبة ولا على بعض الجهلة، وإن كان تذكر ولا تقلد منصبا ولا أخذ شهادة ولا غير ذلك. ها؟ الذين جاءوك من الأدغال ومن بطون ماذا الأودية مجهول عمود نسبه العلمي، لم يقرأ العلم ولم يتتلمذ في العلم على علماء السنة ولم يثني ركبته على أحد من مشايخ السنة، ها، جاءك من هنا ولا من هنا، من بقالة ولا من من حديقة بيطرية ولا من كذا ولا من تجارة ولا من زراعة ولا من نجارة ولا من حدادة ولا من صرافة وغير ذلك، فصار علما. وهكذا من جلس جلس إليه كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله.